فادي انت هالايام يعني اوكي اعمالك شاغله السوشيال ميديا مثل ما بيقولوا، بس انت هالايام عم ينحكى كثير عن فادي حداد ونياله لانه تعاونه مع القيصر، ومش مين ما كان بيشتغل مع القيصر. شو خبرنا بعد هيدا التعاون؟ شو تخبرنا اكثر عن عمل قيصر؟ يعني شهادتنا مجروحه فيه قيصر، يعني ف اكيد بتاريخي يصير كان يصير عندي القيصر يعني قادم السهر، هذا انجاز كتير كبير. انا بحبه شخصيا وبحب اعماله وبحب شخصيته وبحب التاريخ تبعه كيف فنيا يعني، فاكيد بتزيد لي شرف وانا بحبه شخصيا، ورح تشوفه باذن الله عمل رائع جدا راقي جدا جدا. كم يوم اخذ معكم التصوير؟ هو تحديدا صار لنا زمان كنا عم نحضر له، وبتعرفي لما يكون عندك القادم الساهر يعني مع حفظ الألقاب تدرسي كل التفاصيل وعمل كتير كبير وفيه إعلان وفيه ميوزك فيديو. فأخذ تحضير، نحن من ديسمبر عم نحضر وصورنا هلأ ب 22 و 23 يومين تصوير، وأخذنا استوديو كتير 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 كبير ومنا ديكورات ضخمة كتير، وإن شاء الله بتشوفوا عمل راقي كمان معنا آسيا سال وإشراف ام بي سي، فعمل ضخم جدا يعني شوف حالنا فيه. وأنا شخصيا يعني الأستاذ قادم السهر بحبه كتير والله يوفقه بكل أعماله، والغنية كتير حلوة عراقية. قبل صار يقولوا أنه تأجل التصوير لكم يوم وراء التأس، افتكروا العالم أنه معقول يكون السات برا. هلا بيقولوا كتير ناس بتقول نحن أنه في شيء كونفيدنشل، يعني كل شيء بنشغل ما بتقولي للإعلام، عرفتي؟ كل حدا بيطلع خبرية، بالعكس نحن كان كله استوديو ومن الأساس بقلب استوديو ما في شيء برا يعني، فما بعرف منين جابوا هالخبريات أبدا يعني مش مزبوطة. خبرنا هيك شوي كم لوحة في بقلب هيدا الفيديو كليب؟ يعني عرفنا أنه ريتم سريع الأغنية عراقية وريتم سريع، ورح تنعرض كانوا عم بيقولوا رح تنزل معقولة على عيد فالنتين. لا مش مزبوط، الأستاذ كاظم صرح وكل القيمين على العمل صرحوا بده شغل كتير لأنه فيه جرافيكس وفيه أساس كبير، غنية سريعة وقال الأستاذ قازم اسمه كمان، يعني ما بنقدر نصرح بهيك أعمال أكتر ما بيحق لنا، عرفتي؟ اسمه حنية حنية وعمل ضخم كتير، واللي حكاه القيصر هذا هو يعني ما فينا نحكي أكتر عن الغنية يعني، بس بده شغل أكيد مش عبالو أنت أكيد. يعني حنية حنية لأي درجة قدرت تطلع الرومانسية الموجودة بالقيصر؟ احنا معودين على رومانسيته، بس هيدي الأغنية بتحسسنا قديش في رومانسية زيادة عن اللزوم، قد قدرت تطلعها منه؟ في سحر على الكاميرا معه، في سحر كتير كبير، وكيف بيعبر وكيف تعابير وجهه وكيف إحساسه وحركات إيديه وبادي لانجوج كتير حلو، عن جد كتير حلو. صورنا ثلاثة كاميرا سينما لناخد أكتر لقطات ممكنة، وعمل حلو كتير، وهو أنا بحس فيه تقل على الصورة يعني هيك راقي، عرفت شو قصدي؟ فمستعجلين كتير، يلا لما نخلص مونتاج بتحضروه بإذن الله بينزل على الهواء. فادي حضرتك مخضرم بالوسط الفني، بس خبرنا لأي درجة أنت كان عندك شوي خوف وبس بدك تكتب بالسكريبت اللي بدك تصورها أنه هيدا القيصر بده يمثل وبدك هيدي الصورة تبعه، قديش كان عندك خوف بهيدا الموضوع؟ كل حدا بدك تلبسي توبه، قيصر معروف شو هو توبه شو هو لونه شو، عرفتي؟ يعني كل حدا ستوري بورد تندرس صح، بعدين مش أنا لوحدي عم اشتغل، في أكيب، في أكيب كتير كبير اشتغل من آسيا سال من ليو برنات من ام بي سي، يعني بارت من مجموعة كتير كبيرة عم تشتغل عمل منه عادي، عرفتي؟ فمش أنا لوحدي عم نجي نعمل هذا الشيء، في شركة كبيرة عم تشتغل، فما بدي أقول أنا، يعطيهم العافية الشباب كتير اشتغلوا كلهم من ام بي سي لأليكس لليو برنات لآسيا سال، كل العالم اشتغلت، مش شخص واحد يعني بياخد هيك ديسيجنز، عرفت؟ العمل مدروس كتير بروفيشنال اشتغلناه واخذ وقته، كرمال هيك رح يطلع باحلى حل باذن الله يعني. ففي ديتيلز ما رح اقول لك اسرار المصلحه اكثر من هيك. طب الاغنيه قديش وقتها؟ ما فينا نقول شيء، قال لي قاله القيصر وسرح فيها وهن، ما فينا، عرفتي؟ عم بقول لك عن جد. شو قدرت تطلعه من القيصر ما شفناه قبل بالاعمال تبعه؟ كليب كتير حلو، من اضخم الاعمال اللي رح تكون بالسنه، وعمل رائع جدا، ورح تنطروا تشوفوا اكثر من هيك، ما فيني صريح.
بيزعلوا منها عن جد. ما بقدر، هيدا أسرار المصلحة يعني. بس عندك شيء عمل ضخم جدا، هيدا بقلك إياه. يعني أنت اليوم قديش مبسوط إنه أوكي في تعاون قبل مع القيصر، بس اليوم تعاونك حسينا إنه أنت كتير مبسوط من الموضوع، كأنه عامل إنجاز كتير كبير. إحنا أنا بحبه شخصياً، عملي كمان وقيصر، ومنه منه كلمة تقولي قادم السحر، أستاذ قادم السحر، فأنا بجله بحترمه وأعماله الراقية ومحترم جداً، عرفتي؟ فأنا أكيد بدي يكون كتير سعيد، وحلو بالتاريخ الفني يكون عندي قادم السحر على على شغلك يعني. وأنا هيك تفهمنا مع بعض وحبيت شخصيته. قبل كنا بالبروغرامات، هذا أنا مع الام بي سي، عملنا كذا، بس هيدا ككليب يعني عم نحكي، وأعلان كتير كنا فرحانين ومبسوطين، وهو راضي. الكل بيعرف القيصر قديش هو عنده صبر ورايق. خبرنا على السات، كان لو بقي ساعات عم بيصور وهيك، كان بعده محافظ على الرواق تبعه، ما كان يعصب أو أي شيء يستفزه؟ لما تكون كل شيء بروفيشنال وعم تشتغلي صح وكل شيء على الوقت ومعروف أي ساعة بده يعني، انا ما بحب جيب الفنان وتنطري ليصور، كل شيء بيكون بروفيشنال. معنا كان حوالي 250 شخص عم يشتغلوا، عم لك ايد واحده ما بتزقف كلهم، هذا عمل بده يخلص وفيه مسؤوليه كتير كبيره وفيه اعلان بقلبه كمان، سو ما فيك تكوني لوحدك عم تشتغل، في اكيب طويل، اكيب كتير كبير من ام بي سي، لا سو هو كان باشراف ام بي سي، سو كل شيء كان منسق مزبوط، واجتماعات 100 اجتماع قبل، مش دغري فتنا على التصوير، فمعروف أي ساعة بده يوقف، أي ساعة يخلص، أي ساعة بيعطينا لقطته، وما عدنا كتير عرفتي، وبيشيل شغله بسرعة عرفتي، وكتير بروفيشنال بالعكس يعني. قال لي جملة، قال أنت قائد الباخرة يعني، خلينا نعمل عمل حلو، هيدا بيرتب عليك حملك مسؤولية أكيد يعني. بروفيشنال قادم السهر، كتير بروفيشنال صدقيني يعني، بروفيشنال كتير، وهيدا اللي حبيته، يصير كل العالم تعطي من قلبه ومحترم مع الأكيب ومع الناس، والله يوفقه. ما حدا نجح وصل لهذا الشيء لما يكون إنسان ذكي كتير وبيعرف شو بده، فنحن كمان نعرف شو بدنا، والشركة كتير بروفيشنال على قد لقطاته، خلصنا الشغل وخلصنا، وإن شاء الله بتشوفوا عمل كتير حلو. فادي حداد بينه وبين حاله قد ايه بحط حاله على 10 اليوم مع تعاونه مع القاسم مع القيصر؟ ما في أرقام، ما في أرقام يعني، نحن من نتيجة من نرتقي بالصورة ونرتقي بالكواليتي عم يعني نطلع، فكل عمل بدك تعطيه حقه، كل عمل بدك تعطيه حقه، ما في حدا يعمل عمل واقع هلا الناس بتحكم عليه غلط، فأنا كل عمل بعطيه حقه، رح ضلني كل عمل أعطيه حقه، إذا في بادجت ولا ما في بادجت، نحنا بس ناخد الشغل من النفذة على الآخر.